تلقت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 90 عاما لقاح كورونا لتصبح بذلك أول شخص في العالم يحصل على اللقاح الذي طورته شركة الأدوية الأمريكية فايزر وشركتها الألمانية بايونتك. وتم تصوير العجوز البريطانية مارغريت كينان أثناء تلقيها اللقاح في مستشفى جامعة كوفنتري بوسط إنجلترا. وأعطت الجهات الرقابية الدوائية البريطانية الضوء الأخضر الأسبوع الماضي لهذا اللقاح الذي سيتم توفيره اعتبارا من اليوم للفئات الأكثر عرضة للخطر في المملكة المتحدة. وتلقت كينان التي يطلق عليها الأصدقاء والعائلة اسم ماجي أول جرعة من جرعتي اللقاح وسط اهتمام إعلامي واسع مع بدء ما أطلقت عليه الحكومة البريطانية يوم التطعيم. وتنتمي كينان التي ستكمل عامها 91 الأسبوع المقبل إلى بلدة إنسكلين بأيرلندا الشمالية، وكانت تعمل سابقا كبائعة في محل مجوهرات ولها ابنة وابن وأربعة أحفاد. وستبدأ نحو 50 مستشفى في إنجلترا وإسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية في تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما والموظفين في قطاع الرعاية الصحية ودور رعاية المسنين.